معايا اتصال تليفوني اتفضل. والصحفية الجميلة سلمى السويركي. الو، الو، اهلا بيك يا سلمى. وحشتوني الله يخليك، وانت كمان والله يا سلمى. بجد، والله ناديه، منورين الدنيا كلها. واحلى حاجة عملتيها يا سحر انك انت جبتي القمر المخرج الجميل عمر ربنا عبد العزيز. يخليك يا حبيبتي. احنا مش هنقول لك يا سلمى، هقول لك يا وردة بقى، ده قلت وحشتوني. هو انا طول يا ربنا يكرمك يا بنتي. حبيبي، منور الدنيا كلها، وحشتنا وحشتنا اعمالك وحشنا شغلك، ربنا يخليك. ويعني بجد وحشتنا الضحكه اللي بنضحكها من قلوبنا باعمالك. يعني الفنان، انت فنان ومخرج وعبقري، وحد انا بحبه وبحب فنه جدا. ربنا يخليكي، أشكرك. أهم من الحب الاحترام كمان يا سلمى، إنك تحترمي لا، هو الفنان احترامي وعمله، أقوى أكيد هتحبي للمشاهدين. عمله. هو ميزة أعمال أستاذ عمر إن هو بيحترم عقل المشاهد، حتى لما بيقدم لنا كوميديا بيقدم لنا كوميديا قوية ونظيفة، ما نتكسفش إن نودي أولادنا يتفرجوا عليها، إنها تتفتح في بيوتنا الكلام ده. لا، هو أساسا يعني شخصيا هو حد محترم جدا، فبيقدم فن فعلا محترم وهو مبدع. يعني والله بجد انا بحب اعماله جدا وبستمتع بيها، وكل عندنا كل الدنيا بتستمتع باعماله. ربنا يديله الصحه يا رب كده، ويخليه لنا ويمتعنا تاني ويعمل لنا شغل تاني. وبلاش بقى الاعمال النقابيه دي تاخدك مننا، احنا عايزينك، عايزين سينما وعايزين تلفزيون. ما هو برضو الأعمال النقابية ده جزء من أنا رأيي الفنان برضو لازم ده زي زكاة بتقدميها لزملائك. أعتقد حصل تطوير كبير جدا في نقابة السينمائيين في الاتحاد، أعتقد، وده شيء زي ضريبة الواحد بيدفعها، صح؟ لازم طبعا، بس احنا كجمهور عايزين نشوف فن هوريك. عمر عبد العزيز. هوريك. ورينا بقى إن شاء الله. فده بمكالمتك يا سلمى. ميرسي يا سلمى قوي على المكالمة. ميرسي، ميرسي يا شكرا، حبيبي، منورين الدنيا كلها. الله ربنا يبارك. يخليك يا حبيبي.